في عادة كده بتعملها الستات مع دخول رمضان بالنسبة طبعا للأكل، بيعملوا حاجة وطلعوا مصطلح جديد اسمه نفرزن الأكل. بيعملوا كذا طبخة أو كذا أكلة ويشيلوا منها أكياس كده ويحطوها في الفريزر عشان تنفع. ده طبعا بتعمله بقى المرأة العاملة، يمكن مقدر شوية يعني إن المرأة العاملة تعمل كده، عندها شغل وعندها تفاصيل تانية واهتمامات بأمور تانية فممكن تعمل كده، لكن بقى ده طبع وعادة عند كل الستات تقريبا إن هم بيعملوا العادة دي، إن هم يحطوا الأكل جاهز مستوي يحطوه في الفريزر. واعتقد ان دي حاجه يا جمانة اكيد اكيد ليها مخاطر. اكيد يا شاذلي، يعني في ناس بيبقى بعض الاكلات بيحضروها ويحطوها تبقى نص مجمده كده زي ما بيطلق عليها، او في حتى بيحضروها وينضفوا نص سوا. انا سعيده بمصطلحاتك مفرزن ونص سوا، سعيده بيك خلاص بقى مديتني في الحاجات دي خلاص بقى وبشتغل يعني. يعني على اي حال خلينا نعرف كده مع بعض، هل الطرق دي صح؟ هل بعض الطرق ممكن تكون خطر؟ هل في بيحصل تكوين لبعض المركبات الضاره على صحه الانسان؟ خلينا نعرف تفاصيل اكتر من دكتور مروه شعير، استاذ مساعد الاغذيه الخاصه والتغذيه بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على كل الساده المشاهدين، يومكم جميل دايما. اهلا بيكي. طيب في البدايه نتعرف من حضرتك على الاخطاء الشائعه اللي بيستخدمها رباط البيوت لتخزين الاكل. اوكي، دلوقتي طبعا زي ما حضراتكم قلتوا اللي هو الفتره بتاعت الناس بتفرزن الاكل بتاعها وفي رمضان وكده، اول حاجه لازم الناس تعمل على قد الاستهلاك بتاعها، يعني هي تستفيد من خبراتها السابقه ان هي عملت قد ايه حاجات، سواء خزنتها في الفريزر او جابت مثلا كميات من البصل والثوم او وخسر منها قد ايه او هي ما استخدمتش قد ايه، فهيبقى في حته ترشيد استهلاك ان هي هتجيب على قدها او على قد احتياجاتها او على قد الاستهلاك بتاعها. في من ضمن مثلا الحاجات زي ما حضراتكم قلتوا التفريز ممكن يكون صح، بس على حسب ايه؟ على حسب ان انا اخدت الاجراءات السليمه اثناء عمليه التفريز بتاعي. ابرزها مثلا دلوقتي الناس بتبتدي تعمل الخضار وتيجي تعمل الثوم، والثوم ده علامه يعني علامه استفهام عايز اتكلم عليها، وحاجات كتير جدا واللحمه المفرومه والكفته وحاجات كتير لوحده بتاعتنا بيحطوها في التخزين. الثوم لوحده ولا بيحطوه في حاجه يعني؟ لا الثوم لوحده التخزين بتاعه، لان في حاجات كتير جدا على السوشيال ميديا ده خطر ده غلط ده صح، طب ايه الصح؟ طب الناس تخزنه ازاي؟ فده بالذات يعني على جنب عايزه اتكلم عنه. فبوجه عام ان انا لو اتخذت الاجراءات السليمه اثناء التخزين بعد كده لما اجي اطلعه هستخدمه ازاي مش هتكون في اي مشكله، انما لو في طبعا اجراءات غلط اثناء الاعداد او ان انا جيت بقى ابتديت اطلع من الفريزر وابتدي اسيبه في درجه حراره الغرفه العاديه وقت طويل وبعدين ابتدي اطبخه او ابتدي ان انا يعني اطلع الحاجه من الفريزر اخد منها شويه واروح مرجعه الباقي، كل دي اجراءات غلط الناس بتعملها. طيب هل ده بيمشي على كل الاكل؟ يعني مسألة على كل الأكل دي اللي هي الاحتياطات كلها لو أنا جيت خدتها صح هتمشي، لأن معظم التفريز إيه؟ الناس بتعمل خضار، بتبتدي تعمل هي كفتة تحطها في التلاجة، بتبتدي إن هي تعمل التوم وهتكلم عليه سواء التخزين العادي أو في الفريزر، سواء بيجيبوا اللحوم سواء السمبوسك سواء البطاطس النص مقلية، الناس بتبتدي تعمل كده، فده مش يعني الحاجات دي مش غلط. خلينا ناخدها زي ما حضرتك قلتي كده، الأمثلة اللي حضرتك ذكرتيها زي ما قلتي البطاطس التوم كل الامثله دي فعلا يمكن الحاجات الشائعه اللي الناس بتحب تخزنها. تمام، لو حضرتك تقول لنا ايه الصح وايه الغلط. طب تمام، اول حاجه مثلا بالنسبه للثوم بنسمع على السوشيال ميديا كتير لا ده كويس، وفي ناس تقول لا ده ضار، ونلاقي شيفات كتير جدا بيدوا الطرق بتاعت السيدات البيوت ازاي ان هم يبتدوا يخزنوا الثوم. فانا هقول لو هتخزنوا الثوم تخزنوه ازاي بحيث يكون بطريقه صحيه سليمه. اول حاجه افضل حاجه لتخزين الثوم اللي هي الطريقه القديمه بتاعتنا بتاعت زمان اللي بتخلي اللي هو الثوم سليم والناس تحطه في التربو بتاعها او في الارياف والصعيد كانوا بيحطوه في البلكونات او في اسطح المنازل وما زال موجود دلوقتي. طبعا احنا مش هنعمل كده في بيتنا، بس نحطه في التربو في مكان يعني مش ما فيهوش شمس عاليه ما فيهوش رطوبه، يكون مكان مظلم شويه فتكون الدنيا تمام. طيب الناس بقى اللي بتبتدي تفرم الثوم والخلطات بتاعه الشيفات اللي احنا بنشوفها الثوم المفروم ودلوقتي الثوم الاخضر السيدات بيبتدوا ان هم يعملوا كده، باجي بقول للسيدات عشان تعمل ثوم صحيح تخزين بتاعه عايزه بالطريقه المفرومه حضرتك تبتدي تفرميه، ولما باجي بقشر الثوم بيكون على يعني هقشره كيلو هبتدي افرمه في ساعتها على طول وببتدي اثناء الاعداد بتاعي يعني ما احفظوش سليم. لا يعني في ناس بتبتدي تعمل سليم وتركن على ما اقشر ثاني وتسيبه مركون، لا انا جبت قشرت الثوم بتاعي اللي هفرمه دلوقتي في هذه اللحظه،
لما باجي بخزنه في برطمانات مثلا في الثلاجه، يفضل انها تكون برطمانات صغيره تكون متعقمه كويس جدا، سواء ان انا ببتدي اغسلها كويس واحطها في الفرن منشفها واحطها في الفرن لمده دقائق بعد ما بيطفي، او في برنامج تعقيم برطمانات في الميكرويف. طيب باجي ببتدي بفرم الثوم، ببتدي احط لكل كيلو ثوم 40 جرام تقريبا ملح، يعني يعني بطريقه مبسطه ازاي، اللي هي معلقه الشوربه دي 4 معالق ملح فيها، ابتدي احطهم على كيلو الثوم وافرم كويس جدا، وابتدي على طول اعبي مباشره في البرطمانات بتاعتي، وابتدي احط زيت. ليه الزيت؟ الزيت عشان بيعمل لي طبقه تمنع ان هو هواء يخش فيها، فبالتالي الثوم ده ما يفسدش، وزي ما اتفقنا برطمانات صغيره، وابتدي ان انا احطها في الثلاجه. طيب اوكي، لما باجي بقى استخدمه حضرتك لازم تكون المعلقه بتاعتي معلقه ناشفه ونظيفه، يعني ما تبقاش مثلا معلقه مطلعاها من الخضار، او كنت بقلب حاجه وابتدي اخد واحطه كده، لا ببتدي ان انا اخد على قد الطبخه بتاعتي بمعلقه نظيفه، وفي نفس الوقت لو الزيت ده ابتدى اللي هو الكميه بتاعته تقل ببتدي ازود زيت تاني عليه وبحطه في الثلاجه، وزي ما اتفقنا برطمانات صغيره بحيث تخلص على طول. طيب لو في الفريزر، هل الفريزر ده غلط؟ لو احنا اتبعنا برضو الطرق السليمه في تخزينها مش هيبقى غلط ولا حاجه، ان انا برضو اثناء الفرم بعمله بحط له ملح، وببتدي ان انا اعمله مكعبات صغيره كده على قد الطبخه، واول ما اطلعها اطبخها على طول عشان عشان ما يفكش كله، ما يفكش كله، ولا حتى اسيب المكعب اللي هطبخ بيه ده عرضه بقى للهواء يبتدي على ما يسيح وعلى ما يعمل كده، بطلعه على طول، سواء بنعمل تقليات بنعمل تمام. ايه ما يتاخدش طبعا. نفس القصه برضو للبصل، الناس اللي بتبتدي ان هي تعمل بصل مفروم وبتحطوه في الثلاجه، بنقول لهم تبتدوا تفرموه كويس، تحطوه في اكياس تفرغوها كويس جدا من الهواء، بيكون الكيس على قد الطبخه برضو بتاعتي، ما بستعملش البصل في الاصناف اللي بيتحط فيها ني، لا لازم ان انا لما اجي اطلعه برضو يخش على طول في مرحله التسويه والتعرض لدرجه الحراره العاليه. طيب مش كل الناس بتحط الحاجه في الفريزر في العلب بتاعه الثلاجه، في ناس كتير قوي بتستخدم الاكياس الثلاجه اللي هي الخفيفه دي. أوكي. هل دي ليها ضرر على الحاجات اللي جواها؟ اوكي، في بتبقى اكياس مخصصه مخصوص لحفظ الاطعمه، وممكن احنا لو نتكلم بطريقه بسيطه، او لو حد مثلا مش عنده خبره قوي ان هو يقدر يشتريها، ممكن نقول الاكياس بتاعه البوليسترين، بس بنيجي بقى في حته معينه، ان انا ما احطش اكل سخن مهما كان يعني نوع الكيس بتاعي، ما ينفعش اكل سخن كده يعني سخن جدا او حاجه سخنه قوي ابتدي احطها في كيس حتى لو بوليسترين وابتدي اروح مدخلاها في الثلاجه، لازم يكون ايه يعني الحاجه هاديه شويه ما تبقاش درجه حرارتها عاليه، وبحطها في الاكياس ده وافضي الهواء وبحطها في الثلاجه. طيب بالنسبه للاكلات النص سوا بقى يا دكتور، أوكي. هل دي سليمه ان هي ان سيدات او رباط البيوتي يعملوا اكل نص سوا ويسيبوه في الفريزر عشان لما يجوا يبتدوا يعملوا يجهزوا اكل يبقى اسهل لهم ويوفر وقت، ولا لا؟ بقول برضو في الحته دي ان لو هيحطوا في الفريزر هيطلعوه يطبخوه على طول، بمعنى يعني مثلا في ناس بتعمل محاشي ملفوفه كده يحطوها اطباق في الفريزر خلاص بيبقى ني تقريبا، ني لما انا باجي بطلعها بحط على طول بساوي على طول الشوربه عليها وبتبتدي ان هي تستوي. في ناس بتبقى عامله العصاج بتاع اللحمه للصواني، لو حضرتك هتطلعيه على طول هبتدي ادخله فيه، سواء عاملاه في مكرونه سواء عاملاه في رقاق وات ايفر، وابتدي ادخله في البوتاجاز. حفظ الاكل كمان مهم جدا في حته اللي هو في الفريزر، ان انا بعمل ترشيد للاستهلاك او بقلل الهدر من الاكل بتاعي، يعني مثلا سي دلوقتي اي ست بيت مثلا طبخه سي خضار بسله ملوخيه اي اكل وبقى منها جزء بتشيله نظيف في الفريزر وبعدين تيجي تطلعه تسخنه تسخين مره واحده بس على قد الغدوه اللي هتاكلها او قد الاكله اللي هتاكلها، تسخنها التسخين مره واحده وتاكله، يبقى انا كده عندي تجميد في الحاله دي للاكل المطهي، ده كده وفر لي الاكل ان هو ممكن يحصل له هدر منه ان هو يترمي او ان هو يبوظ او او او، وبرده نفس القصه بقول ما يبقاش الاكل درجه حرارته عاليه وابتدي احطه كيس في، لا اسيبه ساعه كده ولا حاجه وابتدي اعبيه في الكيس من اكياس ممكن البوليسيلين، او ممكن في محلات اللي هي بتبقى العبوات الغذائيه نقول لهم في اكياس بتكون يعني اعلى شويه مخصصه لحفظ الاطعمه، وببتدي احط فيها الاكل بتاعي وبحطه في الفريز، بطلع تسخين مره واحده. ايه الضرر لو تسخن تاني مره؟ الايه؟ ايه الضرر لو تسخن تاني مره؟ اللي بيبقى ممكن عرضه بقى ان تتكون فيه بقى التسمم الغذائي، او اللي هو نقول التلوث الميكروفي، ممكن يحصل تسمم غذائي، بيكون في يعني الاكل عرضه اكتر ان هو يحدث لنا تسمم غذائي نتيجه ان هو يتلوث اكتر. تمام. طيب بعض الناس بيقولوا معرفش دي حقيقه ولا لا، ان الحاجه لما تخرج من الثلاجه من الفريزر متجمده خرجت فكت خلاص ما ينفعش ترجع تاني،
ده اللي بقوله، ده اللي بقوله، ده بيكون افضل. زي مثلا زي انت حضرتك حتى بقول للناس لما تيجي تشتري حاجه من السوبر ماركت، لو هتشتري حتى لحوم او اسماك او كده، لقيت التلج منفصل او الميه منفصله عن جسم السمكه او الفرخه او اللحمه او كيس الخضار، دي ما تشتريهوش. ليه؟ لان معنى كده ان ده كان في تخزين سيء، فابتدت ان هي ساحت وجمدت مره اخرى. طيب ليه بقى عندي في البيت لما الحاجه تسيح، ما يعني هي مره واحده بس، ما ينفعش ان انا اجي اعملها تاني؟ نفس الفكره اللي انا جيت قلت فيها. اول حاجه لما انا تكرار الحاجه اللي انا بفكها واسيح، غير انها بتفقد قيمتها الغذائيه، بتكون عرضه اكتر ان ممكن بعض الاغذيه ان تتكون فيها المركبات الضاره او المكونات الضاره، وبتكون ابرصه كمان بنلاقيها في الاكل المستوي بيكون كمان اكتر، فبالتالي بيكون عرضه ان ده يحصل لي مشاكل، يحصل تسمم غذائي للناس اللي بتتناول. طب احنا داخلين على رمضان يا دكتور، وكل البيوت المصريه تقريبا بتعمل فول. البعض بيستخدم كربونات او مركبات من عند العطار لتسريع تسويه الفول. هل ده مضر؟ وهل ده هو فعلا بيسرع عمليه تسويه الفول؟ ده هي في الماده اللي هم معظم، ممكن مش عايز اقول كل بياعين الفول، بس اللي هم ممكن اقول معظمهم، اللي هي ماده الاديتا، دي من المواد الضاره اللي بيعملوها تسريع للتسويه بتاعه الفول، ودي مواد ضاره للجسم بتاعنا، للناس اللي بتجيب كل يوم فول من الشارع وتبتدي ان هي تاكله، فمع التراكم على المدى الطويل ممكن الماده الكيميائيه الضاره اللي مستخدمينها في التسريع من التسويه دهيت تسبب لهم مشاكل صحيه كتير جدا. طب احنا في البيت هنبتدي نعمل ايه؟ بشدد على ربات البيوت او السيدات في بيوتنا او احنا كلنا، اما نيجي ندمس الفول ان احنا لازم ننقعه مده كافيه لا تقل عن 8 ساعات، يعني ممكن كمان من 8 ل 12 ساعه. ده يساعد شويه في السوى. لا بيسرع. غير السوى كمان بتخلص من اللي هي المواد مضادات التغذيه اللي هي الموجوده في الفول نفسه، واللي ممكن بعد كده بتاثر بالسلب عليا بعد كده او على صحتي بعد كده. فببتدي بنقع، واثناء النقع بغير الميه، الميه تتغير، الميه تتغير. ولما باجي بقى اسوي الفول بتكون في ميه تمام جديده تماما. ممكن اللي هي البيكربونات او كده، في ناس بتحط في التسويه بتاعتها تحط جزء صغير منها، ده وارد، بس انا مش بفضله. يعني انت لحضرتك لما بتنقعيه فتره كافيه، هو الفول معروف ان هو عشان يبقى الطعم والنكهه بتاعتنا تدي له وقته في السوى بتاعته، بياخد سوى كبير. ممكن انا اعمل كميه كبيره عندي وابتدي اعمل اكياس صغيره في الفريزر، وبعد كده اطلع ان انا اسخنها على قد السحور وابتدي ان انا اعمله. ببتدي ان انا ارفع القيمه الغذائيه بتاع الفول اثناء التدميس بتاعه، ان انا بدعمه ممكن بانواع من الحبوب عشان ارفع قيمته الغذائيه، فممكن ان انا ابتدي احط فيه الرز، شويه رز موجودين فيه، في برضه ممكن ارفع قيمته الغذائيه ان انا احط له شويه من العدس، وطبعا بحط له الطماطم وبعض الخضروات اللي انا بحبها. في بقى ممكن عشان انا عايزه احصل على اللون بتاع زي اللون الاحمر اللي بشوفه في الشارع، ممكن قبل انتهاء التسويه بنص ساعه تقريبا بجيب يعني معلقتين صلصه كبار تقال وعليهم معلقتين نشا ونص ليمونه وادوبهم في ميه وابتدي ان انا احطهم وشويه عدس العدس بقى في الاول مع الرز في الاول. طيب في الاول وباثناء التسويه ده بيتحط بيحافظ على اللون عشان الناس اللي بتحب تشتري من بره. طيب هل في اكله معينه ما ينفعش تتجمد في الفريزر؟ يعني انا اسمع مثلا يقولوا ان الملوخيه لو عملناها ونشيل منها شويه ونحطها في الفريزر دي بتكون دود. انا بسمع طبعا الكلام ده كتير، يعني الناس تنقلت ده، بس احنا بنرجع برضو بنقول ان احنا لما بنطلع طريقه، يعني ان احنا لما نيجي نستعمل الاكل ده بعد التجميد بتاعه هيبقى صحي ولا ضار. لو كان شويه صغيرين من الاكل المطبوخ وسخنته وكلته مباشره مش هيسبب اي مشكله، تكرار الحاجه ان انا اطلعها وادخلها وكده ده اللي ممكن يكون ضار. لا ابدا ما فيش اي مشكله. يعني الملوخيه كويسه؟ الملوخيه كويسه. ربنا يطمنك. عشان نطمنه زياده يا دكتور، معلش الباميه. طيب في ناس بتقول الباميه لما بتتحفظ في الفريزر او في الثلاجه فتره اطول بتبقى احلى، وفي ناس بتبيتها على طول. هي الباميه كمان عشان بتبقى دايما طالع في الصيف مع ارتفاع درجه الحراره كمان، فدي من اكتر الحاجات اللي هي ممكن تبوظ بسرعه. فعلشان كده دايما بنقول اول ما بنيجي نطبخها ممكن ان انا بروح جاي سايباها، خدت خلاص الاكل بتاعي، ممكن اسيبها ساعه او حاجه تهدى، بدخلها الثلاجه على الرف الاول، ببتدي بطمن ان درجه الحراره بتاعت الثلاجه تكون تمام، مش متذبذبه او مش كده. ولما باجي بقى بطلع باكلها بستخدم، يعني باخد جزء صغير على قد التسخين،
ما تقعدش اكتر من يومين ثلاثه ان انا سايباها كده في الثلاجه، يفضل مثلا ثاني يوم كلتها بقى شويه ببتدي احطهم في الفريزر واطلعهم استخدمهم. التجميد دايما بيحافظ على الخواص الطبيعيه والكيميائيه واطاله مده الحفظ للمنتج الغذائي. طيب لرمضان بقى والغير رمضان احنا دايما بنجيب عيش ونحطه في الفريزر، هل ده في مشكله؟ هل ده بيؤثر مثلا على جوده العيش؟ ولو طلعت كيس عيش مثلا فك وخدت منه رغيفين ورجعت حطيت الباقي، هل ده برده يؤثر عليه؟ دي برضو تداول كتير جدا في الفيس، بس عايزه اقول حاجه ان الناس او المشاكل الناس دي بتيجي تقول العيش ما بيتحط في الفريزر بيبقى غلط علشان الاكياس البلاستيك. المواد الضاره ما بتتنقلش من الكيس البلاستيك اللي هو منتيدوكسين من اكياس البلاستيك للعيش في درجات الحراره المنخفضه بتاعه التجميد، لا، اما يبقى الكيس البلاستيك سخن وببتدي احط فيه عيش فده زي الناس اللي ممكن تشتري عيش سخن من الفرن وتحطه في قلب الكيس البلاستيك فده غلط جدا. انما لو جبت العيش بتاعي مثلا جبت على قد احتياج النهارده وحطيت في الفريزر وطلعت وحطيت في الميكروويف على قد احتياجاتي، بس انا بقى عارفه يعني ممكن اشيل كيس يعني مثلا رغيفين او ثلاث ارغفه على حسب احتياجي، الكيس كبير هطلع رغيف هطلعه احطه يا اما في الميكروويف على طول مباشره هو متجمد ثواني واكله هيرجع زي ما يكون شارياه، او ان انا احطه في الفرن في الرف الاولاني برده ثواني واطلعه واكله. الخطوره في ايه؟ العيش كله التأمير. كنت لسه اسال حضرتك على السؤال ده بقى، لانه فعلا يعني كان في معلومات مؤخرا عن ان التأمير ده خطر جدا. الماده المحروقه اللي هي بتبقى السودا اللي في العيش دي ماده الاكريلاميد الضاره، فدي لما احنا بنيجي الناس اللي معتاده بقى عليها وكل يوم تقمر العيش وبتاخدها كمان من ايه؟ الاكريلاميد من الحاجات المقليه اللي بياخدوها كل يوم، من القهوه الكتير، كل الحاجات المتحمصه، من الناس اللي معتاده تاكل حاجات مشويه كتير على طول على طول على طول، فبتكون المركب ده في الجسم، بالتالي دي من المواد المسرطنه واللي ليها تاثير ضار جدا على يعني الصحة. حتى لو العيش جاي من الفرن برضو عليه، لا انا لما بعرضه يعني للنار المباشره وما بيجيش من الفرن ابدا محروق، انا لا ساعات بيبقى محروق من الوش كده يعني وش يعني لو جه ده بيبقى ممكن تلاقي محمر شويه من على الوش، انما التعرض للنار المباشره ويبقى محروق اللي هي الحتت السوداء اللي الناس تقمر العيش على البوتاجاز يعرمش، بس يعني ما نوصلش لدرجه ان هو يبقى محروق بالظبط. افضل حاجه الفرن او الميكروويف، فرن البوتاجاز او الميكروويف. طيب يعني الطماطم ما سالتيش عن الطماطم. الطماطم نسال الطماطم. الطماطم في ناس بتحط الطماطم زي ما هي كده في الفريزر، وفي ناس بتقطعها وفي ناس بتفرمها، ده بقى غلط. الطماطم لو انا هبتدي ان انا اشيلها ببتدي ان انا اصفيها كويس جدا واحط لها الملح وتتسبك كويس قوي، ولما تهدى ابتدي احطها اكياس على قد الطبخه بتاعتي في الفريز، او لو صنعتها صلصه في نفس القصة تكون البرطمانات نفسها معقمة اللي هستخدمها فيها وتكون برطمانات صغيرة تتحط في التلاجة ويتحط على وشها زيت زي ما انا قلت، وكل برضو ما ناخد منها ناخد بمعلقة نظيفة وناشفة، واول ما الزيت يقل نبتدي نحط زيت تاني. واخيرا يا دكتور، حفظ الفواكه من موسم لموسم صحي وسليم ولا لا؟ في طبعا اثناء برضو التخزين بتاعها ما بيكونش في قيمتها الغذائيه زي ما احنا بناكلها طازه، بس مثلا في طبعا ناس بتحفظها زي ابرزها المانجا والحاجات دي كلها لما بتاخدها، بقول برضو للناس لو انتوا هتبتدوا انكم تاخدوها تتقطع شرايح المانجا بتاعتنا ونبتدي احنا نطلعها تتضرب على طول في الخلاط كعصير، برضو هتكون لا كويسه جدا. نشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا دكتوره مروه شعير استاذ مساعد الاغذيه الخاصه والتغذيه بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه، نورتينا في صباح الخير. ميرسي وسعيد كنت معاك. شكرا جزيلا. ميرسي.